أهلا وسهلا. الألبوم والذكريات والأسرار، كل الحياة الفنية في جوانبها الخفية، مع الأستاذ أحمد سعيد اللي شرف ونور. أهلا وسهلا، اهلا بيك يا استاذ أخبارك تامر. يا أستاذ أحمد؟ تمام الحمد لله، كله حلو؟ كله زي الفل الحمد لله. ماذا في جعبتك اليوم؟ ان شاء الله معانا يعني حاجات بقى خلف الكواليس، زي ما عودنا الجمهور على ان احنا بنجيب الحاجات اللي هي الجديده والحاجات صحيح اللي خلف الكواليس. كمان هيكون عندنا فقره جديده كده النهارده ان شاء الله، وهنثبتها معانا اللي هي تلاتة على المشي. هنبتدي بيها وبعد تلاتة كده على المشي؟ تلاتة على المشي، هنقول تلات اخبار كده عن افلام شهيره محبوبه حلو، او شخصيات، وهتبقى حاجات سريعه كده هنقولها، كويس، وبعد كده هنتكلم في جزء عن شاديه، ونختم بقى بمقاويه فؤاد المهندس. ممتاز، اديني اول واحد على المشي. اول واحد على المشي عندنا الساحر. طبعا مين فينا ما يحبش الساحر؟ فيلم الله، الساحر طبعا محمود عبد العظيم العزيز، محمود عبد اللي هو العزيز، بقى لقب محمود عبد العزيز بعد كده. صح. الفيلم ده بقى يعني، طب تخيل بقى الاسم، ان هو ما كانش اسمه الساحر، الفيلم ده كان اسمه نظريه البهجه. ومين اللي سماه الساحر؟ محمود عبد العزيز. يعني دي اول مفاجاه بقى بنقولها، ان هو مش بس سماه، ده هو اشترط، يعني قعد يقرا كده في السيناريو 13 مره، واشترط ان انا عشان اعمل الفيلم ده لازم يبقى اسمه الساحر. فقالوا له خلاص يبقى الساحر، وبقى لقبه يا سبحان وسموه الله، الساحر. وسموا الفيلم كأنه الساحر. عارف، صحيح، يعني كأنه عارف انه بعد ما يعمل الفيلم، فيلم هينجح، وبعد كده اللقب هيلتصق بيه، هيلتصق بيه اللقب. آه. وعايز اقول لك ان يعني كمان كتاب غير مكتوب عليهم قال ان محمود عبد العزيز كان عايز يجيب الهام شاهين، يعني كان الهام شاهين هي البطله مش سلوى خطاب. يا سلام. بس طبعا هم بقى ليه؟ عشان سوق المتعه، كانت عامله معاه سوق المتعه، وكانوا فمش عايزين يعني يكرروا. قالوا بلاش نكرر، فجابوا سلوى خطاب، وهو ابدعت يعني في كويس. الفيلم. وده كان انطلاقه منى شلبي الفيلم ده طبعا. وعايز اقول لك ان اللي جاب منى شلبي محمود عبد العزيز، هو اللي جابها وقدمها في الفيلم ده، كويس، وابدعت طبعا، وكانت انطلاقه كبيره صحيح لمنى شلبي. صحيح. التاني في ثلاثه على الماشي شادر السمك، احمد زكي طبعا، كلنا سلام. طبعا عارفين يا الابداع سلام، اللي ابدعه في الفيلم ده طبعا، ونبيل عبيد. عايز اقول لك هم عملوا شادر سمك في استديو نحاس، شادر سمك يعني بمعنى شادر سمك، قلدوه بالظبط. حتى نبيل عبيد كانت بتشوف العاملات اللي في سوق في شادر السمك وتلبس زيهم وتقلدهم. المفاجاه بقى اللي احنا عايزين نقولها، بعد ما عملوا شادر السمك قعدوا ثلاث اسابيع يصوروا في الفيلم. كويس. بعد اسبوعين طبعا كان في مجاميع بقى واضاءه وحاجات كده، فالاضاءه اثرت على السمك. طبعا السمك رغم ان حط له تلج، السمك باظ. اوف. فطبعا لما بيجوا يصوروا شكل السمك سيء جدا، الانتاج ما رضيش يجيب سمك، فطبعا شكل السمك يعني تعفن وبقى شكله وحش قوي، طبعا زي بقى شادر اسابيع. فاللي حصل ان احمد زكي، المفاجاه ان احمد زكي وعلي عبد الخالق المخرج قالوا خلاص احنا الاثنين بالنص نشتري سمك ونحطه على الوش عشان يبقى باين ان ايه، ان السمك ما يبانش ان السمك يعني باظ ولا حاجه. دي من المعلومات، معلومه ثانيه عن شادر السمك. عندنا بقى اخر حاجه، فيلم حتى لا يطير الدخان، طبعا عادل امام. الفيلم ده بقى قعد سنه كامله مع عادل امام مش عايز يعمله. ليه؟ علشان النهايه، هو مش عاجبه ان البطل يموت في اخر الفيلم، قعدوا يقنعوا فيه لحد بعد سنه اقتنع فعلا عادل امام انه ما يغيرش النهايه، ويفضل نهايه الفيلم ان البطل يموت وهو بيتجوز، لو تفتكر المشهد من الاخر. هو ده، واتعمل فعلا بس الفيلم. كان فيلم حلو، حلاوه، تحفه، كله رسائل واسقاطات، ومحبوك حبكه دراميه عظيمه، طبعا عظيمه. سناء شافعي عامل فيها دور حلو قوي الفيلم ده كمان، كان هايل. من الافلام. فعادل امام ما كانش عايز يموت في اخر ما الفيلم، ما كانش عايز يموت، كان عايز يغير النهايه. انت عارف ان قبل كده برضه فاتن حمامه غيرت فيلم الليله الاخيره، لو تفتكر، مع الليله الاخيره اللي هي كانت ناديه وكانت ناديه وفوزيه ومع محمود مرسي. كان المفروض هي يعني كان المفروض النهايه الاصليه ان هي اللي تموت قبل ما تكتشف الحقيقه، بس هي اللي غيرتها واجتمعت مع المخرج ديفيد لي، وكان مخرج اجنبي جاي يزور مصر، يعني كان بيتعشى معاه، فقالت له، قال لها لا لا غيروا النهايه. غيروا النهايه ان محمود مرسي هو اللي مات، وانقذها احمد مظهر اللي هو الدكتور. فدي كانت من الحاجات اللطيفه. تمام، نبتدي بقى عن لا حلوين الثلاثه على الماشي دول، على الماشي متشكين على الوجه. شاديه بقى، شاديه الجميله، النهارده هنتكلم عن مش عارف والله بيسموها الشقيه والدلوعه، صح؟ الدلوعه والشقيه. ده شاديه عندنا بقى، اول حاجه تصدق ان شاديه اتخطفت وهي صغيره، اتخطفت وهي طفله، ولولا معجزه الهيه. فيلم يعني ولا لا؟ لا لا لا، في الحقيقه. يا سلام. شاديه وهي صغيره عصابه الخطف الاطفال خطفتها، ولولا معجزه ربانيه انها هربت منهم ما كناش شفنا شاديه. وشاديه بنفسها حكت الحكايه دي، على فكره هنشوفها على الشاشه، حكتها لينا في الكواكب، يعني مجله الكواكب اهي، بص حضرتك على الشاشه، خطفوني. ايه اللي حصل؟
اللي حصل ان شاديه وكان عندها 4 سنين كانت بتلعب في الشارع، فوجئت بست لابسه ملايه لف كده قربت منها وهي كانت طفله لسه صغيره، اديتها شوكولاته، الشوكولاته دي خدرتها وخدتها، فاقت لقت نفسها في بيت غريب جدا، بيت من اوضتين وفي حوش في فراخ، ولقت طفله يعني تانية مخطوفه جنبها، ولقت واحده ست تانية مع الست اللي خطفتها شكلها اختها شبهها يعني. المفاجاه الربانيه اللي حصلت اللي لولاها ما كناش شفنا شاديه خالص، ان الاثنين الستات دول كان لهم متجوزين اثنين رجاله، جم قعدوا يتكلموا معاهم، حصلت مشاده، اتخانقوا، ضربوا بعض، في اللحظه دي شاديه هربت وخلعت منهم وكانت معجزه كبيره. طبعا هي ما عرفتش، بقى راحت بقى الشارع والناس وصلوها للاسم، وبعد كده حاولوا يعرفوا مكان الستات بس هي ما كانتش عرفت تقول لهم يعني. لا دي مفاجأة حلوة، دي مفاجأة، ما احنا عندنا مفاجآت، احنا عودنا المشاهدين على مفاجآت هايلة. المفاجأة التانية زي ما اتكلمنا قبل كده على، لو تفتكر، على فاتن حمامة، وقلنا ان في اعمال مجهولة لفاتن حمامة، احنا عندنا بقى النهاردة هنتكلم عن اعمال مجهولة لشادية، فيها افلام وفيها اغاني، وطبعا ده انفرد بيه عندنا، انت عارف مركز التراث في دار الهلال عندنا الاستاذ اشرف غريب كان انفرد، عملوا مجلدات عن شادية وفاتن حمامة وعبد الحليم. حلو. وانفردوا بالموضوع ده، كان هايل يعني الموضوع ده، اللي هو ايه، ان شادية عملت فيلم اسمه رغبات ممنوعة. الفيلم ده ما يعني يمكن ما حدش يسمع عنه قوي لانه اتمنع من العرض في السينمات في مصر. حلو. اللي حصل الاستاذ اشرف غريب قال ان اول ما عرضوا السيناريو على الرقابه كان ليها تحفظات، شويه تحفظات كده على في السيناريو نفسه. بعد كده لما صوروا الفيلم طلبت برضه حاجات تتحذف وحاجات تتعمل. ليه بقى؟ انت عارف الفيلم ده فيه برضه بعض المشاهد فيه حاجات اللي هي كانت عقده الكترا، اللي هي البنت بتتعلق بوالدها، مظبوط، واخد بالك، وتبقى عايزه تتجوز واحد شبه باباها بالظبط، فدي من النقط برضو اللي كانت مش عارف ليه الرقابه كانت معترضه وقتها عليها. وفي جزئيه برضو تانية ان طبعا كانت حته المجنونه انها بتتجنن بسبب ان بتشوف حبيبها حبيبها بيتقتل قدامها، فدي من ضمن الحاجات اللي كانت ليها تحفظات. لكن الفيلم ده الغريب انه اتعرض في بعض الفضائيات بعد كده، يعني ما اتعرضش سينمائيا لكن اتعرض في بعض. احنا معانا مشاهد منه، يا ريت برضو الصور من الفيلم ده. ايوه، هنا مع محمود المليجي، وفي صوره تانية من الفيلم ده. عندنا كمان لو تفتكر اغنيه يعني شاديه عملت اغنيه لفوازير، شاديه عملت فوازير في الاذاعه، ودي حاجه مش معروفه قوي للناس. لا، عملت فوازير، الفوازير اسمها اسمع واكسب مع شاديه في رمضان. وغنت اغنيه، الاغنيه دي اسمها ما تروحش بعيد، الاغنيه دي ما اتذاعتش خالص، اتذاعت بس في الفوازير، كانت ثابته في الفوازير في ال 30 حلقه وبعد كده ما اتذاعتش خالص. فدي من الاغاني هي بتسجلها مع منير مراد، على فكره الحان منير مراد الاغنيه دي. فطبعا دي برضو من الاغاني اللي مش معروفه خالص عن شاديه، اسمها ما تروحش بعيد. هنا بقى دي هقول لك حاجه لطيفه، خلي عبد الوهاب كان بيلحنها. بس مش دي، هقول لك بقى حاجه. عندنا اغنيه لشاديه اسمها، فاكر اغنيه بسبوسه بسبوسه بنت يا دوس؟ الاغنيه دي قعدت 17 سنه محبوسه، يعني ما بتتعرضش خالص، يعني اللي كشف على الحكايه دي استاذ خليل زيدان قال لك الاغنيه دي عبد الوهاب حبسها 17 سنه. ليه؟ ليه بقى الحكايه؟ المفروض لو شايف عبد الوهاب بيرقص، ده من نادر جدا ان عبد الوهاب يرقص في ده بيرقص في البروفا وهو بعد ما لحن الاغنيه، ودي صوره نادره جدا عبد الوهاب بيرقص وهو بيلحن اغنيه بسبوسه. بس يا ريت الفرحه ما تمتش بقى. هقول لك ايه اللي حصل. اللي حصل كان المفروض الاغنيه دي معموله ضمن فيلم اسمه ذؤاء المدق، ده مشهور طبعا لشاديه. كان فيها معاها اغنيه تانية يعني اسمها ايه، نويا جوني. الاغنيتين دول اتعملوا، بس التانية كانت تلحين الموجي، وبسبوسه يا بسبوسه او بنت يا دوسه دي تلحين عبد الوهاب. فاللي حصل انه لقوا الفيلم طويل شويه، فجه المخرج حسن امام قال احنا هنشيل اغنيه، فراحوا لشاديه نشيل ايه، كلموا معاه، قالت لهم والله انا شايفه ان نويا جوني ماشيه مع احداث الفيلم فنشيل بسبوسه. بعد ما ابو هاب رقص والراجل تعب في الاغنيه وعمل اللي عمله ده، قال لهم خلاص الاغنيه دي مش طالعه، 17 سنه ما طلعهاش. لحد فين؟ لما جه ابن المنتج اللي هو طبعا امير رمسيس نجيب، خدها من ابو هاب وحطها بس في فيلم تاني بقى اسمه وادي الذكريات. يعني بعد 17 سبحان سنه الله. جت بسبوسه يا بسبوسه بنت يا دوسه، وكانت الله. من الحاجات اللي كان ليها نصيب تطلع للنور. عندنا بقى مفاجاه تانية، شاديه لا عندنا صوره هي حصان كان حيموت، اللي حصل ده في فيلم اسمه شاطئ الذكريات. فيلم شاطئ الذكريات ده كان المفروض هي راكبه عربيه بحصان، هنشوف برضه صوره العربيه بالحصان اهي،
شاديه راكبه العربيه اللي بالحصان وماشيه على الساحل. حلو. وبتشكي بقى للحصان، بتغني اغنيه بتشكي له هجر حبيبها ومش الحصان زار ما عجبوش الكلام. هاج وصار وجري وكان داخل بشاديه في البحر. لا يا راجل. اه والله. للاسف بقى، بس طبعا الحمد لله كان في صياد معاه برضه عربيه بكاريتا، جري بسرعه ورا عربيه شاديه وراح ناطط على الحصان على ركب الحصان وهداه. يا نهار ابيض. طبعا شاديه بعد كده بقى قعدت تبكي وكانت يا نهار ابيض واقعه جامده يعني. تصدق ان في مخرج في بدايه شاديه طلب منها تشيل اللوز؟ مخرج؟ اه. قال لها ايه؟ قال لها بصي بقى، اول ما راحت قدموها عند مخرج كده كانت بتعمل يعني هتشارك في فيلم، فقعد يسمع لها كده لقاها ايه؟ لا غني ومكشر. غني تاني مكشر. تقول انا عمال ابص لوشه اقول يعني ايه هينبسط من الاغاني وابدع بقى والاقيه مكشر. شويه قال لها بصي بقى، لو انت عايزه تبقي مطربه تشيلي اللوز. قالت له اشيل اللوز ليه؟ اشيلها فين؟ قال لها تشيلها فين؟ عند دكتور. المهم لفت على كونسلت دكاتره. كل الدكاتره تقول لها اللوز بتاعتك كويسه ما فيهاش حاجه، شيل اللوز غلط هيضر الغنى بتاعك. اكتشفت بعد كده بقى ان المخرج ده أيوة. كان عايز واحده اغيبته هي اللي تعمل الدور، فكان لا لا عايز لا يستبعد لا لا. شاديه يعني. يا نهار فدي من ضمن هيشيل لها اللوز عشان ياخد الدور اللي اغيبته. عندنا بقى تخيل الكواكب شغلت شاديه صحفيه وخلتها تعمل يعني تعمل حديث. هنشوفه مع شكري سرحان. شوف كده بالصور، عندنا صور اهي، خلوا شاديه تعمل هي الحوار مع شكري صحيح. شغلوها صحفيه في الكواكب. حلوه الحكايه دي على فكره. اتعملت كذا مره، اتعملت مع تحيه كاريوكا واسماعيل ياسين خلوها تعمل حوار مع اسماعيل ياسين، اتعملت مع ابو هاب نفسه خليه يعمل مع فكري باشا اباظه حوار. دي كانت حاجه لطيفه ان يحولوا الفنان. بص زمن الصحافه الجميل والافكار الحلوه والابداعات، كان دايما في ابداع وفكر ورا الشغل، مش مجرد الاثاره والجري ورا وبس. اي حاجه ترند. عندنا بقى عمده كان عايز يتجوز شاديه. عمده العمده ده بعت لها، كان بيجي لها طبعا جوابات المعجبين، ففوجئت بجواب جاي لها من عمده بيقول لها انا عايز صوره منك. عادي كانت بتعمل صورتها وتوقع وتبعت. فوجئت بعد كده جايب لها صوره، بعت لها صورته هو متصور اتنين غفر، وعارف كان حاسس كده ان هو شبه كبير رحمه. بعت لها صوره بيقول لها عايز اتجوزك، فاتصدمت وما ردتش. يا نهار ابيض. راحت بعد كده في قطار الرحمه اللي هم كانوا بيلفوا بقى المحافظات بيعملوا مساعدات انسانيه وبيلموا تبرعات وحاجات كده. فوجئت بالعمده ده، وكان معاها والدتها. بيقابلها وبيقابل والدتها بيقول لها انا هي عرفته من الصوره يعني. بيكلم والدتها ان هو عايز يتجوز. كانت طبعا موقف صعب جدا. والدتها قالت له لا مش هينفع وبتاع، فزعل جدا بقى وبقى متضايق ولا ازاي ترفضني، وكانت طبعا على خاطره. كانت مشكله بالنسبه لها يعني. حلو. كمان عندنا موقف شاب رمى نفسه قدام عربيه شاديه. شاديه كانت بتحكي الموقف ده، بتقول لك انا راكبه عربيتي، هي كان معاها اخوها، كانت في اسكندريه. كانت راحه سيدي بش، فعند سيدي جابر كده فوجئت بشاب بيشاور لها، فشورت له معجب. بعد شويه لقاته ايه بيقرب عشان يسلم عليها، واخوها كان سايق العربيه مش واخد باله منه، سمعت خبط جامد في العربيه، فوقفوا العربيه ونزلوا لقوا الشاب ايه مغمى عليه بقى وبتاع، شالوه وقالوا هنجري بيه على المستشفى وبتاع. فجاه فاق وبقى كويس في العربيه، وطلع ان هو عمل يعني زي تمثيليه كده، قال لهم انا اللي خبطت ايدي في الاكسدام عشان تحسوا ان انا خبطت. انا كل هدفي ان انا بس كنت اقابل شاديه واتكلم معاها. يعني عمل موقف جامد جدا يعني. نتكلم بقى عن فؤاد المهندس عشان بس سريعا كده بالاستاذ. الاستاذ طبعا مقاويته اليومين دول مقاويه الاستاذ فؤاد المهندس طبعا، ودي حاجه من الحاجات التحفه بالنسبه لنا ان الفنان فؤاد المهندس ده قيمه كبيره جدا يعني. طبعا عايزين نقول بقى ان تخيل انه كان عايز يعمل شخصيه هتلر. احنا دايما بنجيب الجديد والمختلف زي ما عودنا. فؤاد المهندس كان عايز يمثل هتلر. هنشوف كده على الشاشه، هنشوف كده مانشيت طلع فؤاد المهندس هتلر. ففكر في وقت من الاوقات كده ان هو يعمل شخصيه هتلر، وجاله سيناريوهات كتيره جدا جدا. بعد ما قراها وخلاص وجهز المنتجين بتاع، رجع ما لقى السيناريوهات ما عجبتوش وغير رايه بعد ما كان اعلن خلاص في الصحف انه هيعمل شخصيه هتلر. دي من الحاجات برضو اللي بس كان نفسي اشوف فعلا ان هو بيعمل هتلر، كان هيبقى حاجه مختلفه. عندنا موقف غريب جدا لفؤاد المهندس وهو في بدايه جوازه. عمل ايه؟ جوزه من شويكار؟ لا، زوجته الاولى المدام عفت سعود. مدام عفت. وهو بعد ما اول ما اتجوز كانوا ساكنين كده قرب مقابر الغفير. فطبعا هو بقى كان انت عارف ان هو بيقلق، ده كان بيخاف حتى من الاراجوز وكان بيخاف من الكلاب. فهو سمع خروشه كده بالليل فاستغرب قوي، ايه ده؟ فايه ده؟ قال بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هو في ايه؟ فبيبص لقى فران كتير في الشقه. عمل ايه بقى؟
راح جاب بندقيه رش وقعد يصطاد الفئران زي العصافير، برضه ما ماتوش، في الاخر جاب لهم سم فئران. لا لا يعني لا دي من حاجات الحاجات الطريفه. هو كان بيقلق ويخاف فعلا. اه الله يرحمه. عندنا برضه في مسرحيه سك على بناتك مع شريهان، فوجئ هو اخراجه، المسرحيه دي اخراجه، فوجئ وهو في الكواليس في اخر ليله عرض بيبص كده يعني بيشوف الجمهور، لقى ناس قاعده جزارين ومعاهم سكاكين. قال ايه ده؟ استغرب قوي. فقال لمحمد الكاتب اللي هو المسؤول بتاع المسرح، حاج محمد الكاتب، انزل اديهم حق التذاكر ومشيهم. نزل لهم بيقول لهم بقى معلش خدوا التذاكر. قالوا لا، ما احنا لسه مخلصين شغلنا وعارفين ان الليله دي اخر عرض للفنان فؤاد المهندس، فما لحقناش فوجئنا ومصرين ان احنا نشوفه واحنا بنحبه جدا. فضحك فؤاد المهندس قال لهم ماشي سيبهم، بس خليهم يا اخي يعني يخبوا السكاكين ما يحطوهاش في وشنا كده يعني. كانت من الحاجات الطريفه. عندنا كمان وهو عبد المنعم مدبولي ديت الموقف بتاع عبد المنعم مدبولي، وموقف سريع كمان. يلا. بتاع عبد المنعم مدبولي ان هو كانوا بيعملوا مسرحيه اسمها البعض يفضلونها قديمه. مظبوط. البعض يفضلونها قديمه دي كان في الفصل الثالث، وهم بيعملوا ختام الفصل الثالث وهيعرضوا ثاني يوم. اللي حصل ايه؟ ان فؤاد المهندس قال لي انا مش عاجبني الختام. فقام عبد المنعم مدبولي قال له طب تعالى كده نتمشى شويه، كان في مصر الجديده كان في صحراء، ركبوا العربيه وراحوا عند حته صحراء كده. عبد المنعم مدبولي قال لي بص انا وصلت للايه؟ للفينال، يعني الفينال الصح. ايه؟ هتحط ايدك في جيبك كده وتعمل فيه مسدس، فهم هيخافوا ينطوا من الشباك. فسمعهم عسكري افتكرهم عصابه افتكر عصابه بيخططوا الجريمه، راح يقبض عليهم. طبعا فؤاد المهندس اساسا كان بيخاف العسكري لان والدته كانت بتخوفه بيه زمان، فاتخض جدا عبد المنعم مدبولي بقى، والعسكري كان مصمم يوديهم الكراكون. فطبعا عبد المنعم قال له لا ده احنا ممثلين. اخر حاجه بقى عندنا بالصور ان فؤاد المهندس وهو بيعمل مسرحيه علشان خاطر عيونك، طبعا كان مع الفنانه الكبيره شريهان، حصل ان هو جات له يعني زي ازمه صحيه كده، فوجئ المشاهدين ان المذيع الداخلي في المسرح بيعلن ان يا جماعه بطل العرض الفنان فؤاد المهندس تعب، لو في دكاتره قاعدين في المسرح يعني يا ريت يجوا يشوفوا. الحظ كان في دكاتره فعلا في الجمهور يعني، فراحوا وشافوا الفنان فؤاد. عندنا اهي بالصور، شوف هنا كان في الكواليس لما تعب. وجنبه طبعا الفنانه شريهان لو انت واخد بالك. أيوه. هتلاقيها. وفي صوره تانية محمود الجندي اهو. ايوه هنا برضو الصوره اهي، شريهان اتخضت عليه جدا ان هو تعب طبعا. فلقوا ان اللي حصل ده كله كان بسبب عسر الهضم، كان اكل اكله ملوخيه زياده فكانت دسمه شويه فتعب، فده اللي حصل. وبعد كده اتعالج وكمل العرض تاني. يا سبحان الله. فدي من الحاجات الجميله يعني عن ال. لا انت اللي النهارده كنت متالق والله، اسرار وكواليس كلها حلوه ومختلفه ومنوعه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد، والمره الجايه ان شاء الله ننتظر منك المزيد. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم.